صوته جميل وانا بحبها وبحب صوتها جدا. نهيص مع بعض ونهرج مع بعض، بعمل اغاني جديده. علاقتك مع الفنان حميد الشاعري اليوم، هل بتنفي الاعتقادات عند بعض الفنانين انه ما في صداقه في الوسط الفني؟ لا طبعا في صداقه في الوسط الفني كتير قوي يعني، وانا وحميد اصدقاء بحكم جيره وبحكم الاغاني اللي بنعملها سوا، كنا في الوقت زمان، وبعدين نحب نبقى نهيص مع بعض ونهرج مع بعض. انت اللي في الخاطر. شو بتحب توجه رساله للفنان شيرين عبد الوهاب خصوصا بعد ازمتها اليوم باغانيها يلي عم بتحاول باكثر من مجهود باكثر من طريقه انها ترسل اغانيها او تنشر اغانيها يلي عم تنتجها؟ والله انا بتمنى لها كل التوفيق والنجاح. شيرين صوت كبار، صوته جميل وانا بحبها وبحب صوتها جدا وبحب الاغاني، واتمنى لها فعلا التوفيق وربنا يفتح عليها كده وتنزاح عنها كل المشاكل اللي بتقرقها وترجع تاني برايت وترجع تاني لا زي شيرين زمان. انا مجرب. شو جديدة؟ بعمل اغاني جديدة وان شاء الله انزلها الفترة اللي جاية باذن الله.